بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 200. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة، يقول المرسل أحمد أبو زيد من جدة. الأخ أحمد يسأل ويقول: هل ترث المطلقة إذا كانت في العدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. المطلقة إذا مات زوجها وهي في العدة ففيها تفصيل. أولا، إن كان طلاقها رجعيا أي يحق لزوجها مراجعتها في العدة فإنها ترث إذا مات، لأنها زوجة لها مال الزوجات فلها الميراث، لأنها لم تخرج من عصمة زوجها ولا تخرج إلا بتمام العدة إذا لم يراجع. أما إن كان طلاقها بائنا، إذا كان طلاقها بائنا أي ليس لزوجها حق الرجعة، فإنها لا ترث من زوجها، سواء كانت بائنا بينونة صغرى أو بينونة كبرى. والضابط في ذلك أنه لا يحق لزوجها مراجعتها في العدة، ولا تحل له إذا كانت البينونة صغرى إلا بعقد جديد، وإن كانت البينونة الكبرى إنها لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ويطلقها. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما حكم قول بعض الناس في ذمتك؟ هذه لفظة اعتادها بعض الناس، وهم يقصدون بها اليمين والالتزام، وإن لم تكن صيغتها صيغة اليمين، ولكنهم يقصدون بها الالتزام، هذا مقصودهم منها. نعم، جزاكم الله خيرا. وأخيرا يسأل: كيف يصلي رجلان وامرأة؟ يصلي الرجلان صفا واحدا، إمام ومأموم، ويكون المأموم عن يمين الإمام، وتكون المرأة خلفهما. لحديث أنس رضي الله عنه: صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. المرأة تكون خلف الرجال في الصلاة سواء كانت واحدة أو أكثر، موقف النساء في الصلاة خلف الرجال. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أحمد جبران عتمة بعث يسأل ويقول: أسأل عن حكم امرأة أنجبت 7 أبناء كلهم ميتين وكلهم مكتمل النمو إلا واحدا منهم كمل 7 أو 8 أشهر، وحيث أن هذه المرأة دفنت أحد الأبناء بدون صلاة وبدون تغسيل وبدون تكفين، ودفنته في مكان في البيت وليس في المقبرة، وذلك جهلا منها وحيث لا تعرف مكانه الآن، حيث أنها لم تسميهم، فما الحكم والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. الحمل إذا مات قبل 4 أشهر فإنه لا يأخذ حكم الجنازة، ولكن يلف ويدفن في أي مكان من الأرض ولا يأخذ حكم الجنازة. أما إذا بلغ 4 أشهر فأكثر فإنه تنفخ فيه الروح ويأخذ حكم الجنازة، يجب تغسيله، تكفينه، الصلاة عليه ودفنه في المقبرة. وإذا كان هذا الذي دفنته في بيتها قبل أن يتم له 4 أشهر فلا حكم له، وأما إن كان قد بلغ 4 أشهر فأكثر وهي تعرف مكان دفنه فإنه ينبش إذا كان بقل منه شيء ويدفن في المقبرة. نعم، جزاكم الله خيرا. بهذه المناسبة شيخ صالح، لو سألنا عن الأم والحال ما ذكر، إذا كان الجنين عمره 40 يوما فما فوق، هل يكون حكمها حكم النفاس والحال ما ذكر؟ لا يكون لا للسقط حكم النفاس إلا إذا بلغ طور المضغة والتخطيط
والتفريغ، وأقل ما يحصل فيه ذلك من المدة 81 يوما، أي إذا دخل في 40 الثالثة فحينئذ يبدأ طور المضغة والتخطيط. فإذا سقط منها في يعني لواحد 80 يوم فأكثر، فإن وكان عليها دم بعد سقوطه، فإنه يعتبر نفاسا، تجلس له كما تجلس النفس العادية إلى 40 يوما. وإن لم يكن عليها دم فإنها لا تجلس. أما إذا كان قبل 81 يوم فإنها لا تجلس ولا تترك الصلاة ولا الصيام. وإن كان عليها دم فإن هذا الدم يعتبر نزيفا، ليس نفاسا، لا تترك من أجله الصيام ولا الصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من سلطنة عمان مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ميم يقول: أعمل أحيانا في الصيد وتدركني صلاة الظهر والعصر والمغرب وأنا في البحر. والسؤال: هل يجوز لي أن أقصر الصلاة بالمشقة؟ وهل يجوز لي الجمع في هذه الحالة بين الظهر والعصر؟ وهل الأفضل لي أن أصلي كل صلاة في وقتها في البحر رغم تلوث ملابسي بالدم وعدم طهارة المكان؟ أم الأفضل أن أؤخر كل الصلوات لحين رجوعي من البيت حيث ألبس ملابس طاهرة وأجد مكانا طاهر وأصليها كلها قضاء في المنزل؟ ألا قصر الصلاة إنه لا يجوز إلا في حالة السفر. إذا كنت تسافر من بلدك مسافة 80 كيلو فأكثر إنه يحق لك القصر. أما إذا كانت المسافة التي تذهب إليها من أجل الصيد دون 80 كيلو ليس لك قصر الصلاة. وأما الجمع فالأصل والواجب أن تصلى كل صلاة في وقتها مهما أمكن. فإذا كنت تتمكن من الصلاة في البحر في المركوب الذي تركبه لا تجب عليك الصلاة كل صلاة في وقتها بحسب استطاعتك. وهذا الدم الذي ذكرت لا ندري ما هو، هل السمك له دم؟ السمك ليس له دم، السمك طاهر. وأما إذا كنت لا تستطيع الصلاة في البحر ولا تتمكن من ذلك فلك أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الأرفق بك. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا إذا كان المسافة مسافة سفر. لا، الجمع يجوز للحاجة ولو كان حتى في البلد للحاجة. نعم، للضرورة يعني. جزاكم الله خيرا. وحالة صاحبنا هذه فيها ضرورة شخصية؟ لا أدري، إذا كان لا يتمكن من الصلاة في البحر فهي حالة ضرورة. أما إذا كان يتمكن فليس له الجمع. نعم، يشكو من تلوث ملابسه وهكذا أيضا بالمشقة. كل هذا لا يجيز الجمع. اللهم استعان. تلوث الملابس إذا كان بغير النجاسة فلا يؤثر على الصلاة، صلي ولو كان ثيابه ملوثة بطاهر. وأما الإرهاق والتعب هذا لا يسقط عنه الصلاة في وقتها. نعم، بارك الله فيكم. ربما احتاج حيوانات أخرى بحرية غير السمك وربما يكون فيها دم، هل من توجيه آخر شخص هذا؟ الدم يختلف، الدم الذي يكون من الذبح نعم ويشخب من الأوداج نعم وقت الذبح هذا نجس، يجب غسله من الثوب والبدن. أما الدم المتبقي في الذبيحة أو في الصيد في لحمه فهذا طاهر ومسموح به. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا وصيتكم لأخينا في نهاية عرض رسالة، جزاكم الله خيرا. وصيتنا لأخينا أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحافظ على الصلاة وأن يصلي كل صلاة في وقتها مهما أمكنه ذلك، لأن الصلاة هي عمود الإسلام ورأس مال المسلم دينه. يجب عليه المحافظة على الصلاة وأن يصليها مهما أمكنه ذلك في وقتها. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلينا من الأردن وباعثها المستمع صلاح عوض. الأخ صلاح يسأل ويقول: إذا أدى شخص العمرة من الأردن هل يجوز له بعد أداء العمرة أن يؤدي عمرة ثانية وثالثة بعد أن يحرم من التنعيم فيعامل كأنه مقيم في مكة المكرمة؟ وما هي الشروط التي توفرها إذا كان بإمكانه أداء العمرة لقادم من الأردن أو أي بلد من خارج المملكة؟ وهل يجوز أن يؤدي العمرة لشخص آخر أب أو أم؟ أفيدونا أفادكم الله. المشروع أن القادم إلى مكة من خارجها يؤدي العمرة حال قدومه الداخل إلى مكة، سواء من خارج المواقيت أو من داخل المواقيت ومن وراء الحل.
أنه يؤدي العمرة. أما إذا كان في مكة أدى العمرة وجلس في مكة للعبادة أو لعمل من الأعمال، الأولى ألا يخرج إلى الحل إلى التنعيم ويأتي بعمرة ثانية وثالثة، هذا خلاف الأفضل. بعض العلماء لا يجيزه أيضا، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يخرجون ويأتون بعمرة، يخرجون من مكة ويأتون بعمرة. وما حصل هذا إلا من عائشة لما ألحت على الرسول صلى الله عليه وسلم، ألحت على الرسول صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة بعد الحج. أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر يخرج بها إلى التنعيم، وجاءت بعمرة. وهذا في حالة عائشة خاصة، لأن أصابها الحيض قبل أن تؤدي العمرة التي قدمت فيها، فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، وكفاها طوافها وسعيها عن حجها وعمرتها. ولكنها نظرت إلى الصحابة وقد جاءوا بعمرة وحج، فتعسرت أن لا تكون قد فعلت ذلك، وبين لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن عمرتها دخلت في حجها ولكنها لم تطب نفسها. عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها أن يعمرها من التنعيم تطيبا لخاطرها، ولم يحصل هذا لغيرها من الصحابة. الأولى أن الذي يكون في مكة يشتغل بعبادة الله، صلاة الواحدة عن 100,000 صلاة، ويجتهد في العبادة وذكر الله والتلاوة، هذا أفضل له من الخروج الاتيان بعمرة من التنعيم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة للاعتمار عن الغير، جزاكم الله خير شيخ صالح. الاعتمار عن الغير كالاعتمار عن النفس، كما يعتمر لنفسه إنه يعتمر لغيره، لأن يحرم من الميقات أو من الحل ويؤدي مناسك العمرة، ويكون النية عند الإحرام عن الغير. طيب، الطواف والسعي والحلقة والتقصير، كل مناسك العمرة ينويها عن ذلك الغير. جزاكم الله خيرا. وهو قادم من الأردن اعتمر بنفسه ويريد أن يعتمر بغيره، هل ينطبق الكلام الأول على هذه الحالة أيضا؟ نعم ينطبق، إذا كان داخل مكة فلا ينبغي أن يخرج للإتيان بعمرة لا لنفسه ولا لغيره، وإنما يبقى في مكة ويعبد الله في مكة أفضل له من أداء العمرة الثانية. جزاكم الله خيرا. مع أن عمل الناس على غير هذا اليوم شيخ صالح، الناس نعم كثير منهم، كثير جدا منهم، إذا جاءوا إلى مكة وأدوا النسك من حج أو عمرة يعتمرون وجودهم في مكة، فيكثرون من العمر عن فلان وعن فلان وعن فلان. وهذا خلاف الأفضل. هل من كلمة لإخوانكم الذين يقفون على منافذ البلد ويستقبلون الحجاج والمعتمرين بمصحهم، هل من كلمة لإخوانكم حول هذا الموضوع؟ هذا أمر حاصل لله الحمد، فإن أعضاء التوعية في الحج والمرشدين والدعاة يرشدون الحجاج ويبينون لهم هذه الأحكام. طيب، وأيضا يوزعون عليهم الكتب والنشرات التي ترشد إلى أداء المناسك ويبلغونهم هذه الأحكام. وكذلك ينبغي لطلبة العلم، ينبغي لطلبة العلم عموما أن يرشدوا الناس ويبصروهم ولا يتركوهم على العادات والتقاليد التي قد تكون مخالفة للمشروع أو تكون مفضولة، تكون مشروعة ولكنها مفضولة، فيتركون الأفضل ويذهبون إلى المفضول. ينبغي لطلبة العلم أن يبصروا الناس بهذه الأمور، لأن هذا مما حملهم الله من أمانة العلم وتبليغه للناس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع من جدة ورمز إلى اسمه بالحروف ألف يا با، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل تجد قراءة الفاتحة بعد قراءة الإمام لها؟ وما الدليل على ذلك؟ وهل تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة بعد الإمام؟ جزاكم الله خيرا. إذا أمكن المأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام فإنه يقرأها احتياطا وخروجا من الخلاف، أما إذا لم يتمكن من قراءتها إلا والإمام يقرأ، الذي أراه أن ينصت ويستمع لقراءة الإمام، قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا قول جمهور أهل العلم، أن المأموم ليس عليه قراءة الفاتحة وإنما تكفي قراءة الإمام، ولكن من تمكن من قراءتها في سكتات الإمام فإنه يقرأها خروجا من الخلاف. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز استعمال العطور التي تحتوي على الكحول مع العلم أن هذا النوع من الكحول لا يسكر؟
ينبغي تجنب العطور التي يثبت أن فيها شيئا من الكحول، ينبغي تجنبها إبراء للذمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حتى ولو كان هذا القدر لا يسكن. قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره وقليله حرام. الأحوط أن يتجنب هذه العطور التي ثبت أن فيها شيئا من الكحول ولو قل. أما إذا لم يثبت فالأصل الإباحة ولله الحمد. الأصل في العطور أنها طاهرة وطيبة. جزاكم الله خيرا. أيهما من السنة أن تؤدى صلاة النفل سرا أم جهرا؟ وهل يجوز للمرأة أن تقرأ في الصلاة جهرا؟ يجوز للمرأة أن تقرأ في الصلاة جهرا في الصلاة الجهرية، صلاة الليل فريضة أو نافلة، إذا لم يسمعها رجل من غير محارمها. أما إذا سمعها الرجال الذين ليسوا من محارمها فإنها لا تجهر درءا للفتنة. نعم. السؤال تسأل أو يسأل عن صلاة النفل جهرا، هل يجوز؟ وعن جهر المرأة أيضا في الصلاة. نعم، أجبنا عن جهر المرأة في الصلاة. طيب، أما الجهر في النفل عموما صلاة الليل يجهر فيها بالقراءة. طيب، أما صلاة النهار فإنها يسر فيها القراءة بالفريضة والنافلة. إلا ما جاء الدليل بالجهر فيه مثل صلاة العيد، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، هذه يجهر فيها بالقراءة النهار، صلاة الجمعة أيضا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع بدر محمود أبو سمرة بعث يسأل ويقول: أنا خاطب بابنة عمي والتي رضعت مع أخيها الأكبر، ولكن إنها تؤكد أنني لم أرضع كثيرا، أي بمعنى آخر لم أتجاوز 5 رضعات، وهي مستعدة أن تقسم على المصحف على حد قولها على صدق هذا الكلام، ولكنني أشك في صحة كلامها، مع العلم أنني قد سألت في هذا الموضوع فاختلفت الإجابات بين مجيز ومحرم، أما رأي الدين أتابكم الله بكل خير. الحد الفاصل في هذا هو أن ترضع 5 رضعات في الحولين، فإذا ثبت أنك رضعت 5 رضعات في الحولين من هذه المرأة إنه لا يجوز لك أن تتزوج بإحدى بناتها أو بنات زوجها ولو من غير المرضعة صاحب اللبن. أما إذا لم يثبت أنك رضعت 5 رضعات فالأصل في الحل وعدم التحريم، لأنه لا يحرم إلا 5 رضعات معلومات في الحولين على الراجح. وإذا تجنبتها من باب الاحتياط وترك المشتبه فهو أحسن لك. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا تركتها من باب الاحتياط ترك المشتبه هذا أحسن. للنساء كثير لله الحمد، لكن التحريم لا تحرم عليك إلا بما ذكرنا من ثبوت 5 رضعات في الحولين من أمها أو من زوجة أبيها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: محمد صالح جاب الله يسأل ويقول: كنت على خلاف مع الوالدة في بعض الأمور وسافرت إلى السعودية، وقبل أن أسافر ذهبت إلى المنزل لكي أسلم على والدتي واستسمحها، ولكني لم أجدها نهائيا وسافرت إلى المملكة، وبعد سفري أرسلت لها مصاريفها مرة ومرتين وثلاث، وسجلت لي شريط مسجل وقالت: إني راضية عليك، وبعد ذلك توفيت إلى رحمة الله، فهل علي إثم في ذلك من غضب الوالدين أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الحمد لله، ماذا أنك حاولت إرضاءها واعترفت بخطئك والتمست رضاها ولكنك لم تجدها وقت السفر، ثم إنك أحسنت إليها وأرسلت إليها بالمصاريف والصلة وجاءك منها شريط تحين فيه أنها راضية عنك، الحمد لله وقد أديت ما عليك، ونسأل الله أن يتقبل منك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول: المرسلة شين من سين. أختنا تقول: كان هذا الحادث منذ حوالي 10 سنوات أو أكثر، حيث ذهب أخي ووالدي قاصدين أحد الأماكن، وفي الطريق ظهر فجأة طفل وسط الشارع، فلم يستطع أخي إيقاف السيارة إلا بعد أن وقع الحادث ومات الطفل، وتنازل والد الطفل عن هذه القضية عندما دفع له دية قدرها 30,000 ريال. والسؤال هو أن 30,000 ليست من أخي، وإنما جمعها له زوجي،
والأقارب لأنه لم يكن يملك مالا. هل هذه الدية صحيحة أم يجب أن يجمع 30,000 من ماله الخاص دون مساعدة أحد؟ وهل يجزئ ديارك صيام شهرين أو عتق رقبة؟ أفيدوني أفادكم الله. مثل هذه الأمور يلجأ فيها إلى المحاكم الشرعية للنظر في أسباب الحالة، وهل أخوك متسبب في وفاة الطفل وعليه مسؤولية؟ نعم، إذا لا بد من العودة إلى المحكمة. لا بد من العودة إلى المحكمة الشرعية إن كان في بلدكم محكمة شرعية. أما إذا لم يكن هناك محكمة شرعية فانظر في أخوك يعرف هل هو متسبب وهل هو مفرط في حين الحادث، فيكون عليه كفارة. يكون عليه كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. وأما الدية فهذه دية خطأ تكون على عاقلته، على عاقلته وهم عصبته وعصبته. نعم، تحملين الدية. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى